هذه قصيدة قالها إيليا أبو ماضي في رثاء والده، وأنا ألقيها في رثاء والدي. أبي خانني فيك الردى، فتقوضت مقاصير أحلامي كبيت من التبن، فليس سوى طعم المنية في فمي، وليس سوى صوت النوادب في أذني، ولا حسن في ناظري، وقلما فتحتهما من قبل إلا على حسني. وما صور الأشياء بعدك غيرها، ولكنما قد شوهتها يد الحزن. يقول المعزي ليس يجدي البكى الفتى، وقول المعزي لا يفيد ولا يغني. فأعظم مجدي كان أنك لي أب، وأكبر فخري كان قولك ذا ابني. أقول لو أني كي أبرد لوعتي، فيزداد شجوي كلما قلت لو أني أبي. وإذا ما قلتها فكأنني أنادي وأدعو، يا ملاذي ويا ركني أبي. وإذا ما قلتها فكأنني أنادي وأدعو، يا ملاذي ويا ركني. برغمك فارقت الربوع، وإننا على الرغم منا سوف نلحق بالظعن. طريق مشى فيها الملايين قبلنا، من الملك الأمي إلى عبده القني. تظن لنا الدنيا وما في رحابها، وليست لنا إلا كما البحر للسفن. تروح وتغدو حرة في عبابه، كما يتهادى ساكن السجن في السجن. وزنت بسر الموت فلسفة الورى، فشالت وكانت جعجعات بلا طحن. فأصدق أهل الأرض معرفة به، كأكثرهم جهلا يرجم بالظن. على ذلك القبر السلام، فذكره أريج به نفسي عن العطر تستغني. رحم الله والدي.